لتحضير الكعك بدنا 3 كيلو طحين، عنا 2 كباية حليب، بودرة، 2 كباية زيت نباتي، سكر بدنا 1.5 كيلو. أنا رح أحط بالكباية، يعني عنا 2 علبة بيكنج باودر، ظرف فانيليا، نصف فنجان مي ورد وفنجان مي زهر، باكيت زبدة أنا مدوبيتها على نار هادية، 2 ملاعق سمنة، عنا دقة الكعك ينسون 1 معلقة كبيرة، عنا 1 معلقة صغيرة محلب ورشة قرفة وخميرة البسكوت 1 معلقة صغيرة وجوزة الطيب 1 معلقة صغيرة و5 بيض. البيض اختياري، اللي بحب يحط بيض فيه يحط 5 حبات من البيض، اللي ما بحب يحط بيض ما مشكل، يعني هيدا البيض اختياري. وعنا هون مي فاترة، حتى عنا 2 معلقة خميرة كبار و1 معلقة صغيرة سكر، هيك السكر والخميرة بيتفاعلوا مع بعض. هلأ صبايا رح نبلش نحط مقادير النواشف. عنا 2 كباية حليب، بودرة، وعنا 1.5 كيلو من السكر. نحنا عنا 1.5 كيلو سكر بيطلعوا 9 كبايات كبار، وهاي 9 الكباية الأخيرة. وعنا البيكنج باودر 100 جرام، رح نحط 2 علبة بيكنج باودر. رح نحط دقة الكعك، اليانسون، جوزة الطيب، خميرة البسكوت، رشة قرفة، 1 معلقة صغيرة من المحلب. وعنا كيس فانيليا. هلأ صبايا رح نخلط النواشف مع بعض ونرجع نحط السوائل. أكيد الكعك بده نقع شي 4 ساعات، وبنرجع منصير نطبق ونشوي. بعد ما خلطنا النواشف رح نحط هلأ السوائل. عنا 5 حبات من البيض، عنا 2 كباية زيت نباتي، وعنا باكيت زبدة اللي هي 500 جرام، وعنا 2 معلقة سمنة، فنجان مي ورد، وعنا 2 فنجان مي زهر. بعد ما خمرت اتفاعلت الخميرة رح ضيف عليهم عن جد روائح بتجنن، دقة الكعك وجوزة الطيب، روائح كتير حلوة. هلأ بعد ما ندعكهم منيح منيح رح نزيد المي. المي حسب الطحين، يعني ما حقلكن قدي كمية، حسب الطحين حنحط مي. هلأ صبايا بعد ما عجناهم كلهم ضفنا المي، رح نشوف قدي رح ياخدوا مي حسب الطحين مثل ما قلنا. وانا نسيت ضيف جوز الهند، هلأ ضفت عليهم 2 كباية واختياري، يعني اللي بحب فيه يحط اللي بحب ما يحط. بالنسبة للمقادير انا عاملة كمية كبيرة، اللي بحب فيه يعمل نص الكمية، يعني نص المقادير. وهاي صبايا بعد ما عجناها ليكم ما شاء الله، وما اخذت مي كتير، شي 3 كبايات ونص. وهلأ كل ما نريحها اكتر كل ما احسن. هلأ صبايا بعد ما خمرت عنا العجينة رح نبلش نحضرن. انا عملتن هيك بهيدا الشكل، دوائر هالقد صغار، ورح حط اعمل وحدة قدامكن. رح نحط سمسم نعملها، وهلأ رح ننزلها شوي ونخبطها. هاي ليكو ما شاء الله شكلها بشهي، رح نحطها بالصينية. هلأ حعمل كم وحدة قدامكن وكفي انا الباقي وبرجع بفرجيكن.
وهلأ هول الصبايا صاروا جاهزين، حندخلهم على الفرن بعد ما حمينا الفرن. أكيد الفرن 180، الرف بالوسط. ليكو ما شاء الله شكلهم بشهي. رح نعمل كمان كعك بالتمر، كتير كتير طيبين. عندي هون تمر طري، أنا أكيد نظفت التمر، شلت البزر وحطيت معلقتين سمنة ومعلقة قرفة، و يعني هيك معلقة صغيرة من مي الزهر. هلأ رح نحشي الكعك بالتمر. بعد ما عجننا خلطنا التمر رح نحط، عاملين التمر دوائر رح نحطهم ونسكرها، ما منغطها بالسمسم لحتى نميزها عن باقي الكعكة السادة. هلأ رح نمدها بهيدا الشكل، وهاي الكعك بالتمر هيك شكلها كتير حلو. وهاي دول الكعك العيد صار جاهز، ريحتهم بتشهي عن جد، ليكو ما شاء الله. وبتمنى تعملولنا لايك، واللي بيشوف القناة لأول مرة يعملنا سبسكرايب. وينعاد عليكم.